وقفوا جنبها في أزمتها، كانوا معاها لحظة بلحظة في ولادة ابنها نوح، بتعتبرهم أكتر من إخواتها وعلى الحلوة والمرة مع بعض. فيا ترى إيه حكاية صداقة البلوجر روح حسن بجهاد مرات عصام صاصة؟ وهل فعلا هم اللي دفعوا مصاريف ولادة ابنها نوح؟ أزمات وصعوبات عدت بيها البلوجر روح حسن الفترة اللي فاتت خلال فترة حملها في ابنها نوح. فبعد انفصال روح عن جوزها مودي وهي لسه في شهور حملها الأولى، لقت جهاد مرات عصام صاصة واقفة جنبها وبتدعمها، وبقوا صحاب الروح بالروح وواقفين مع بعض على المرة قبل الحلوة. فيا ترى إيه حكاية الصداقة بينهم؟ وهل فعلا عصام صاصة هو اللي دفع مصاريف ولادة نوح؟ روح حسن من أشهر البلوجرز على السوشيال ميديا، واللي كتير من المتابعين بيحبوها وبيتابعوا كل حاجة بتعملها بسبب خفة دمها وروحها الحلوة وتفاعلها معاهم في كل وقت، لدرجة إنهم بيعتبروها واحدة من عيلتهم. لكن خلال الفترة الأخيرة واجهت روح ظروف صعبة جدا في حياتها بسبب انفصالها عن جوزها مودي بعد فترة قصيرة جدا من جوازهم، وللأسف انفصالهم تم كمان في وقت حملها في ابنها نوح، وقضت روح شهور صعبة أثناء فترة حملها. لكن جهاد مرات عصام صاحبتها واللي بتعتبرها أكتر من أختها كانت واقفة معاها وبتدعمها، خاصة إن روح جارة جهاد وساكنة جنبها في نفس الكومباوند، ودايما بيروحوا لبعض وبيحضروا كل المناسبات مع بعض. وحتى في شهور حملها ووقت ولادتها جهاد وعصام صاصة وقفوا جنبها ودعموها. كانت دايما روح بتتكلم عن جدعنتهم معاها وإزاي وقفوا جنبها في أزمتها. لكن ظهور جهاد المستمر مع روح خاصة في فترة حملها وولادتها خلى المتابعين يفتكروا إن عصام جوز جهاد هو اللي تكفل بمصاريف ولادة روح، خاصة إن والد نوح ما ظهرش خالص في الصورة ولا في الفيديوهات اللي كانت بتنشرها روح أثناء ولادتها. عشان كده قررت واحدة من المتابعين تسأل روح عن الحقيقة، لكن روح استغربت جدا من السؤال وردت وقالت الكلام ده مش حقيقي. جهاد أختي وعصام جوز أختي وإحنا على الحلوة والمرة مع بعض، ولما بحتاج حاجة بلجأ لهم، لكن أنا اللي تكفلت بمصاريف ولادة ابني ومش أي حد تاني. ومش صحيح اللي بيتقال إني عايشة مع جهاد في بيتها، أنا عايشة مع والدتي وبروح لجهاد وهي كمان بتجيلي، احنا الاثنين اكتر من اخوات. مش بس كده، ده كمان روح ردت على تساؤلات المتابعين بخصوص رجوعها لطليقها مودي، فكتير منهم افتكر انهم رجعوا لبعض خاصة بعد ما ظهر في صورة مع ابنه، لكن روح نفت كل ده واكدت ان علاقتها الحالية بيه مقتصرة على كونه ابو ابنها نوح بس، وقالت هو ابو نوح عشان باباه فليه كل الحق فيه، اكيد مش همنعه من باباه، انا مش عايزة ابني يطلع معقد او عنده مشكلة نفسية بسبب مشاكلي انا مع والده. كمان روح اكدت انها مكتفية حاليا بابنها نوح ومش بتفكر تخش في أي علاقة عاطفية علشان محدش يشاركها في ابنها اللي مقررة تديله كل حياتها. فيا ترى روح ممكن تغير رأيها وترجع لأبو ابنها تاني، ولا هتربي ابنها لوحدها؟